اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين اون سكرين. كريم سعيد واحمد ثابت هيقولون عن التشكيل المتوقع لمنتخب ليبيا ومنتخبنا الوطني. اتفضل يا كريم. تمام يا كابتن، خلينا نبدا يعني نشرح للساده المشاهدين ازاي المنتخب الليبي هيبقى اعتقد الوقفه الاقرب له في مباراه يوم الجمعه، والشكل اللي احنا المفروض وجهه نظري برضو وجهه نظر احمد ازاي نواجهه. انا في وجهه نظري المنتخب الليبي هيلعب بطريقه اقرب ل 4-1-4-1، ومش هيعمل ضغط عالي. دايما الفرقه هتسيب الكوره لمنتخب مصر ان احنا نطلع بيها من نص ملعبنا، وهيبدا يضغط عليك اول ما تعدي المساحه دي كلها عن طريق المهاجم محمد زعبيه. طبعا بنتكلم ان طبعا المنتخب الليبي في حراسه المرمى اعتقد في وجهه نظري الشخصيه محمد نشنوش اللي لعب حارس المرمى لعب ماتشين الاولين في الجوله والثانيه، المعتصم بالله صب وهيبقى هو الفول باك الشمال، سند الورفلي وعلي سلامه اثنين مساكين، وعبد الله الشريف ده الباك اليمين. هيحط قدامهم فيصل البدري او محمد التهامي كليبرو متقدم، وهيحط على الجانب الايسر حمدو الهوني اكيد طبعا مفيش اي خلاف على وجوده، وفي قلب الملعب طبعا هيبقى فيه عمر الخوجه ومؤيد اللافي، وهيتبادلوا مع بعض اللعب ما بين الطرف وما بين البلاي ميكر، وفي الامام قلت المهاجم الصريح محمد زعبي.